بعد أن تم للمسلمين نصر الله تعالى لهم وفتحه عليهم في فتح مكة، ومن بعدها في غزوة حنين، ومن ثم لقاء الروم وصرف الله تعالى كيد الروم عنهم في غزوة تبوك، وما جرى من حوادث متعددة في السنة التاسعة ذكرنا كثيرا منها، بدأت وفود العرب تقدم على المدينة، وكانت العرب تنتظر فتح مكة، فإنهم كانوا يفكرون أن انتصار المسلمين على قريش دليل على أنهم أقوى العرب وأحقها بالخير. في صحيح الإمام البخاري حديث من طريق عمرو بن سلمة رحمه الله ورضي عنه، وهو في بعض الروايات صحابي، وفي بعضها أنه كان صغيرا فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الرؤية، أو جاءه فكان صغيرا، هناك خلاف في صحبته. ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول: كنا بممر الركبان، كان هو وقبيلته وعشيرته في الطريق على المدينة المنورة، فكان إذا مر المسافرون يمرون عليهم، إذا كانوا جائين إلى المدينة أو عائدين إليها وهكذا يمرون على هؤلاء. قال: فيمر بنا الركبان فنسمعهم يتحدثون، فنقول: ما شأن هذا الرجل؟ ما شأنكم تتحدثون؟ أنتم على إيش عم تحكوا؟ فيقولون: يزعم أنه رسول الله. القبائل التي تمر بهذا الإنسان هو وقبيلته وعشيرته، وكان هذا الإنسان صغير السن، يقولون يزعم، يعني يدعي أنه رسول الله. قال: وكانوا يقرؤون ما سمعوه منه، هؤلاء الوفود الذين يمرون بهؤلاء يحدثون القوم بما سمعوا منه. ما الذي يسمعون منه؟ أوامر الله تعالى، وبخاصة للقرآن، يقول هذا الصغير: فكنت أسمع منهم فيقر في صدري فأحفظه. إيش في شيء عم يقرؤوه وبتلوه؟ يقر في صدري فأحفظه. قال: وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح. قال: إيش يعني تلوم؟ أي تنتظر، تنتظر بإسلامهم قبائل العرب الفتح، أي فتح مكة. قال: فلا، وكانوا يقولون: ننظر إلى هذا الرجل فإن غلب على قومه فهو نبي مرسل، وإن غلبه قومه فهو متقول مدعي كذاب.